بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السيد ممثل باشا مدينة العيون السيد ممثل مجلس البلدي السيدة رئيسة التعاونية السيد دوز نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية وجميع الحضور باسمه وصفته ونحن سعداء نتواجد هنا في هذا الحفل البهيج الذي نظمته رئيسة التعاونية لياقوتا وفي هذه الوجوه النيرة وفي هذه المدينة الطيبة بأهلها والمتعلقة بأهداب العرش العلوي المجيد والجالس عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. نثمن هذا الجهد الكبير الذي قامت به تعاونية لياقوتا ونظمت هذا الحفل البهيج والذي ينم عن جدية وإخلاص في العمل لأن جمعيات المجتمع المدني وتعاونيات الحرفية تعمل جنبا إلى جنب إلى جانب المنتخبين لأن المجتمع المدني له دور هام وفعال في النهوض بمدينته والنهوض بإقليمه وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل بإخلاص وتفاني وتسير إلى الأمام وتساهم في التنمية الشاملة والمتميزة التي تعرفها بلادنا في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وشفاه. إذن ما ننساوش جميع الحضور الكرام من أساتذة ومطربين سيبوشناك وزينبوشناك ورجال الصحافة اللي نشوفهم في كل الملتقيات ناشطين وحتى هما يعطيو واحد النكهة واحد الجمالية لأي نشاط كيوقع في جهة الشرق ونهنيهم ونتمناو الجميع ونتمناو لبلادنا الحفظ والسلامة والتقدم والرخاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حتوقف الملاحظة نورمالمون هاد الحفل ديالكم وما سمعتش